بحثت الحكومة رغبة عدد من شركاء التنمية في المشاركة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة من خلال الإسهام في تدبير بعض المهمات اللازمة من الخارج لاستكمال المشروعات ذات الأولوية. أكدت الوزارة وزارة التعاون الدولي أن هناك أكثر من تصور لشركاء التنمية لتحقيق هذه المشاركة، كما سيتم عقد اجتماعات قادمة معهم للتوصل إلى الطريقة الأمثل للتعاون بين الجانبين فيما يخص استكمال الأعمال المتبقية ضمن المرحلة الأولى إلى جانب تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية.